السؤال الثالث، آخر سؤال بعد إذن حضرتك. شفنا صلاة الجمعة بيبقى فيه موضوعين للدعاء بالنسبة للمأمومين أو العوام. الدعاء الأول اللي هو لما الإمام في جلسة الاستراحة، إحنا بنرفع إيدينا ساعتها ولا لأ؟ يعني وإحنا بندعي سرنا نرفع إيدينا الأمر نفس واسع. الوضع، الأمر اتفضل، ونفس الوضع فلما الإمام بقى بيدعو، هل نرفع إيدينا برضه ونأمن ولا إحنا بنوضع إيدينا زي ما هي؟ الأمر واسع، إن شئت رفعت الأيدي وإن شئت لم ترفع. في الموضوعين. نعم، جزاك الله كل خير، بارك الله وإياكم فيكم. وإياكم.